اهلا بحضراتكم، واخر فقراتنا النهارده في المحترف في الدوري المصري، فقره مميزه مع طبعا المميز خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. كابتن مساء الفل عليك. مساء الخير عليك كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. منورنا كابتن. بدايه مشوار وبدايه بطوله الدوري، بطوله النيل، الدوري المصري. عايز اعرف من حضرتك، وكان كان لينا كلام في السابق على التحكيم و بيريرا في الفترة اللي فاتت، كان في معسكر على مستوى الحكام، كان في اختيارات لبعض يعني تصنيف الحكام إذا كان على مستوى أول أو مستوى تاني. عايز أعرف رأيك في يعني المجمل الجولة الأولى بالنسبة للتحكيم، في جديد، في أخطاء، في تحسن في شكل معين؟ شفت الجولة الأولى من الدوري المصري على مستوى التحكيم إزاي؟ تمام كابتن هاني، ودوت كل الناس منتظرة. أولا طبعا بشكر قناة النادي الأهلي النهاردة كابتن هاني، احنا بنعمل الحصاد 9 جولات، ما حدش بيعمل الكلام ده، بنجيب كل ما يجب تطويره في ال9 جولات، بنجيب كمان الحالات الايجابيه وما يجب تطويره في بعض النقاط. جميل. اولا طبعا بنقول ان لجنه الحكام برئاسه فيتور بيريرا مع نائب رئيس اللجنه كابتن محمد فاروق واعضاء اللجنه، زي ما قلنا كابتن هاني، احنا هنا دايما دايما قناه النادي الاهلي سنده ودعم للتحكيم المصري، ومن خلال استوديوهاتنا بنقول الكلام دوت، وبنقول لو في ايجابيات نطلع نقولها، لو في سلبيات هنطلع نقولها، لو في اخطاء هنطلع نقولها، عشان كده الناس عندها مصداقيه من خلال هذا البرنامج المحترم. البدايه كويسه، يعني هو الراجل عمل معسكرات، سواء كانت في معسكرات الاتحاد الدولي لحكام النخبه، حكام الوعدين، للمحاضرين والمقيمين، ابتدى يجهز الناس بشكل كويس. وكان المردود ايضا يا كابتن هاني، المردود في الجوله الاولى كان مردود جيد. بنتكلم النهارده في 54 حكم كابتن هاني اداروا ال9 جولات، ما بين 9 حكام ساحه، 9 حكام روابع، 18 حكم مساعد، و18 حكم فار وايفار، يعني 54 حكم النهارده اداروا الجوله الاولى في الدوري المصري. بشكل عام في البدايه بنقول لا، التحكيم بدايه جيده، مردود التحكيم جيد.